مثل ما نبحث عن جو صافي لازم أيضاً نصفي كل ما في داخلنا، خلينا نصفي قلوبنا، خلينا نصفي كل الأشياء اللي نفكر بيها حتى تكون الحياة أجمل، حتى نبدي يومنا بشيء حلو، بأشياء حب، ونستمر على هذا الشيء ويكون بأفضل الأمور. صباح الخير عليك. يسعد صباحك بلال، ويسعد صباحكم مشاهدينا. مثل ما ذكر بلال، صباح النوايا الحلوة والأشياء الحلوة اللي نبتدي يومنا بها. دائما نقول إذا بدينا يومنا صح إن شاء الله نهاية يومنا تكون صح وحلوة، وممكن بها أشياء إحنا دائما نطمح بها ونطمح دائما أنه تتحقق ونشوفها أمامنا. هذه حلقة جديدة من صباحكم على اليو تي في، ومثل ما عودناكم البداية دائما تكون من آخر وأهم الأخبار. بيعتكم خبر. البداية من مصرف الرشيد اللي حذر الراغبين بالتقديم على السلف والقروض من التعامل مع المكاتب والصفحات الوهمية اللي تدعي منح السلف والقروض وبالتعاون مع المصارف. نعم، المصرف قال إن منح السلف يكون من خلال تطبيق مصرف الرشيد، أما بالنسبة للقروض يتم من خلال مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات. كما أكد المصرف حرصه على عدم إدخال وسيط بينه وبين الزبون، وهو غير مسؤول عن أي تعاملات خارج ذلك. إلى وزارة التجارة اللي أعلنت عن تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين لموسم التسويق الحالي، مشيرة إلى أنه هذا المبلغ راح يسهم بإنجاح الموسم التسويقي وراح يزيد من آليات التسويق المتواصلة في بغداد وعدد من المحافظات. كشفت محافظة الأنبار عن خطوتها الفعلية للقضاء على التصحر، وقالت إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة المحلية في المحافظة للحد من ظاهرة التصحر، وخصوصا في الآونة الأخيرة مع تزايد الغبار، وذلك بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية وقربها من أكبر منطقة صحراوية غرب العراق. طبعا أشارت إلى وجود تنسيق عالي بين الأنبار والمحافظات المجاورة من أجل العمل معا للحد من ظاهرة التصحر، موضحة أن الحكومة المحلية فاتحت مديرية الزراعة بالمحافظة لإعداد كشوفات لإنشاء بعض الواحات الزراعية في محيط المدن، وكذلك المناطق اللي تتسبب بهذه الظاهرة. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزلي أن من أسباب العواصف هو التربة الهشة، وعند معرفة أسباب التصحر يمكن تشخيص الحلول والعمل عليها لتقليل الغبار من خلال نصب مصدات الرياح التي تعمل على تقليل سرعة الرياح في المناطق الصحراوية، إضافة إلى إقامة الحزام الأخضر. وأضافت الهيئة أنه الرياح حين تتقدم وتجد تربة هشة من السهل أنه تتعرض لعوامل التعرية وتتأثر بسرعة، أما إذا تمت زراعتها فراح تستعمل الجذور على تثبيت التربة ويقل تأثرها، فالأرض الجرداء تثير الغبار أكثر، والكتلة الهوائية عندما تمر على الأرض سوف تحمل صفات الأرض سواء مرت على بحر أو بر. وهاي كانت آخر أخبارنا، هسه نروح نشوف فقرة الطقس وراجعين.
مشاهدينا احنا دائما نتمنى لكم يوم حلو اذا مع الطقس الحلو او بدون طقس حلو، لان اليوم الصبح اكو بوادر لوجود يمكن شويه عاصفه، قبل قليل كان اكو هواء كلش قوي، بس احنا نتمنى اليوم دائما المهم يكون حلو ويتم على خير دائما. مشاهدينا من الطقس الى فقره الرياضه اللي هي دائما موجوده ويانا بصباحكم. راح نبلش بالادوات البسيطه اللي تعتمد على تمارين وزن الجسم بشكل كبير. راح ناخذ اول تمرين اللي هو جي تي. نتمنى اليوم قدمناكم تمارين جديده، نلتقيكم بفقرات رياضيه جديده، نرجع لكم للاستوديو. طبعا اكو ملاحظه مهمه، اول شيء نشكر الكابتن. نعم. والملاحظة المهمة أنه هذه التمارين إحنا مو مجرد نستعرض رياضة فقط، وإنما أكو تفاصيل بهذا التكنيك. صحيح. بالحركة لازم كل رياضي ينتبه عليها حتى يؤدي التمرين بشكل صح، وبالنتيجة ماكو إصابات إذا صدق قدام بالشكل الصح، راح تمنع الإصابات وتزيد من قابلية الرياضي على التمرين أكثر وتستهدف العضلة المناسبة. وانت بتمرن هواية بلال شكلك. أيوة. العضلة اللي اجتنا. أيوة. ما شاء الله، والستوري انستغرام شاهد جدا على المواظبة على التمارين. ضروري الرياضة. وقت حلو انه انت هم مقصرة بالرياضة زين. لا انا عايفتها بحيث ثاني شفت التقرير قلت شنو هاي شنو الرياضة زين. لا اذا هيك خلي نروح فاصل بين ما نتمرن. اي بالضبط. آية. خلي نروح فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. غالبا ما تتضمن مواقع التواصل الاجتماعي صورا واخبارا للاخرين وهم يحققون انجازات ونجاحات، في حين يستقبل البعض هذه المعلومات وهم يعيشون ممكن عزله اجتماعيه ويكونون في وضع اجتماعي صعب، ربما يمكن وضعهم الاجتماعي لا يساعدهم على تحقيق هذه النجاحات، أو ممكن يواكبون هذا الترف أو النجاحات أو السفر أو التنقل، أو ربما هذه الحياة الوردية التي ممكن تكون أمامهم دائما من قبل الناس المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. الحديث راح يكون طويل جدا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. طبعا بالفترة الأخيرة الدراسات انقسمت إلى قسمين ونتائجها انقسمت إلى قسمين، أنه مواقع التواصل الاجتماعي صارت قسم بنتائج باهرة، نتائج أو مبهرة، نتائج مهمة جدا اللي يعرف اللي يتعامل مع السوشيال ميديا ومع التواصل الاجتماعي، وكل ناس نجحوا ووصلوا مراحل متقدمة بمجالاتهم. أما الدراسة الثانية فبصراحة كانت محزنة، لأنه مؤثرة على المشاعر ومؤثرة على النفسية للإنسان اللي يدخل لهذه المواقع وما يعرف يتعامل وياها بشكل صحيح، خاصة اللي يقضون وقت طويل أمام شاشات الكمبيوتر أو شاشات الهواتف الذكية دون القيام بأي نشاط بدني، خصوصاً في التحدث إلى الآخرين أو الاطلاع على صورهم وتحركاتهم بدون أي هدف، بدون أي مردود حقيقي. هنا قد يكون هنا فرص أو أرض خصبة عفوا للاكتئاب، وهذا اللي صراحة يأثر بشكل كبير على الناس اللي بالتواصل الاجتماعي. هنا راح نسولف على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان بالجانب الإيجابي أو بالسلبي مع الأستاذ أحمد ناصر الباحث الاجتماعي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. يسعد صباحك. يعني أستاذ أحمد إحنا نعرف اليوم أكو ناس نشوفها نجحت، تقول لي منين نجحت؟ أقول لك تواصل اجتماعي. أكو ناس صاروا مشاهير، أكو ناس صارت عندهم مهن من التواصل الاجتماعي ووصلوا مرحلة بالتقدم. أكو جانب ثاني تشوف يمر باكتئاب، تشوف حزين، شلون نجي نقارن بين هذول الاثنين؟ مقارنة جدا بسيطة من خلال منو أتابع. يعني أنا إذا أتابع شخصية مشهورة،
لها علاقة بالثقافة، بالفن، بالأدب، بأي شيء به مجال خلينا نقول احنا إيجابي أو مثمر، أكيد أنه أنا حينعكس علي إيجابياً. بس أنا إذا أتابع أحد الأشخاص اللي هم دائماً سلبيين أو اللي ما يقدمون محتوى هادف، طبيعي أنه أنا أتأثر به، خاصة إذا كنت فترة خلينا نقول احنا اللي من 5 إلى 10 سنين، ومن 10 سنين إلى 20 سنة اللي تكون تقريباً أخطر فترة، تلقائي أنا راح أتقمص دور هاي الشخصية، شو يلبس أنا حلبس، شو ياكل أنا حاكل، حتى وإن كان عنده آراء هي مناهضة إلى المجتمع اللي أنا بيه، تلقائي أنا هنا حتأثر بيه وحكون وياه. نعم، اليوم موضوع التأثير هو مو صار فقط ممكن موجود فقط على السوشيال ميديا، يعني احنا ممكن اذا نسافر ممكن لشهرين ببلد معين راح نرجع متأثرين بهواي سلوكيات، بهواية يمكن اطباع يعني ما تشبهنا. فموضوع التأثير كلش إلى دور فعال بعالم التواصل الاجتماعي أيضا. على ذكر هذا التأثير، اليوم احنا شلون نسوي حاجز بيننا وبين الشخص الفلاني اللي احنا متابعي، حتى احنا ما نقدر انه على الاقل ننجر وراء الافكار والاشياء اللي ممكن هو يطرحها او يسولف بيها، او حياته الوردية او حياته الحزينة، حتى يعني حتى اشياءهم الحزينة اللي يطرحوها هي يمكن ايضا تأثر وتاخذ وقت طويل حتى انه احنا نقدر ننساها على الاقل. وشفنا كثير من المشاكل صارت على مواقع التواصل، ظلت ترند وبقت مأثرة بينا وصارت حديث. فشلون يصير هذا الحاجز بيننا وبين من احنا نتابع دائما؟ اذا امننا فعلا بانه خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام هو عالم افتراضي، مو عالم حقيقي، عالم احنا نتاثر به ونكون جزء من عنده، ممكن انه اني استفاد من عنده مو اتاثر به. اكو فرق جدا كبير بين انه انا استفاد من شيء وبين اتاثر به. شلون نميز؟ شلون نميز بين نميز من خلال خلينا نقول احنا تفكيرنا بالموضوع والعمق مالته. احنا اذا نشوف شيء ايجابي اوكي هذا شيء ايجابي وحلو، بس انا اذا اشوف في النقطة سلبيه معينه وانا اذا اشغل دماغي هنا مدى اخلي الهاتف او السوشيال ميديا، وحتى لو هذا مشهور هو اللي يتحكم بي، انا متحكم بهذا الوضع، ما عجبني المنشور اقدر اقلب، اقدر القى للتليفون من الاساس، ما اخلي هذا الشيء يظل انه هو حاجز ويظل ملاحقني وانا ليش ما اسوي وليش ما اتاثر وليش ما احب هذا الشيء. لا اوكي انا احب نفسي كما اني، مو كما المقابل هو يريد، او هذا السوشيال ميديا العالم الافتراضي اللي يفرض علي ويخليني ماشي بيه. هو منو اكثر يتاثر، البنات لو الشباب؟ البنات اكثر، لان يعني احنا طبيعه مجتمعنا او هو يعني خلقه المراه بشكل عام هي من النوع اللي تحس اكثر، تعاني اكثر، فتنجذب الى هاي الامور بشكل اكبر. لكن حاليا اكو دراسات اثبتت انه ايضا يعني شريحه جدا كبيره من الرجال ومن الشباب خاصه لا يتاثرون ايضا بالسلب ودا ينجرفون اكثر. فاذا ما ظل اكو شيء خلينا نقول احنا فرق بين رجل وبين امراه بهذا الموضوع، صار التاثير هو تاثير عام وشامل وما يشمل عمر معين، انه ما شاء الله يشمل كل الاعمار. حتى لا يكون الموضوع يعني ما محدد، اكو ناس تفهم كلامنا وكلام حضرتك انه السلب اذا اشياء سلبيه فقط، بينما هو يعني البحوث والدراسات تقول حتى اذا تابعتوا ناس صورتهم الظاهرة أنهم بأرقى صورة، بأفضل صورة، بأفضل مكانة، ممكن هذا هم يعود بالسلب عليك إذا كانت هذه فيك وأنت تريد توصل لشيء هو ما موجود أصلا. هذا للأسف هذا حقيقة، أنه أنا إذا أشوف شخصية معينة أحاول أقتدي بيها وهو شخصية كلش خلينا نقول احنا ايجابيه وحلوه وزينه او حققت نجاح كبير بالنسبه يعني لمقاييس الانسان، بموقف اشوفه بالحقيقه عكس هذا الشيء، ممكن بمعلومه معينه بترند صار على هذا الشخص تغير كل نظرتي. اذا هذا مو مجبور بانه اني يعني اخذه مثلا على وبس خلاص، لا انه انا لازم انا اقتدي بنفسي، لازم انه شويه شغل دماغي اكثر، اتعلم اكثر، ممكن انا اكون احسن من هذا الشخص اللي هو يعني انا خلينا نقول احنا ماشي خلف ظل مالته او شايف هاي النجوميه الساطعه اللي عنده. بالضبط، يمكن اغلب الناس ينسون هاي النقطه انه يمكن احنا احسن من هذا الشخص الفلاني اللي هو مأثر علينا، اذا كان بالسلب او بالايجاب. على ذكر الحديث عن النساء والرجال واي احد منهم هو الاكثر تاثيرا بهذا الموضوع، اليوم احنا عندنا شريحه جدا صارت اليوم كبيره اللي هم المراهقين وحتى
حتى الأطفال أيضا بعد سن يمكن الثمان سنوات هم صار اليوم التليفون بإيدهم وبمواقع تواصل كاملة ومشاهدات كاملة. يعني موضوع صراحة يمكن شوية يثير قلق للأمانة يعني على ذكر التأثير. فشلون نقدر نتعامل مع اللي موجودين ويانا بالبيت؟ بالله هسه احنا اوكي شباب يمكن نعرف نسمع الحقائق بعدين ممكن، بس عندنا أطفال، عندنا مراهقين، عندنا حالات انتحار دا تصير، عندنا إدمان، عندنا يمكن نصب واحتيال وهواي أشياء دا تصير. فشلون نقدر نتعامل ويا الناس القريبة من عندنا إذا كان أخواننا أبنائنا؟ إذا احتويناهم صح. أنا هسه من محتوي هذه العائلة ومتفهم طبيعة هذا الشاب المراهق أو الفتاة أو حتى لو هذا الطفل، أنا ما أمنع منع تام من الهاتف النقال، أكيد ما حقدر، لأن هو تلقائي اللي يشوفني أنا دا أستخدمه، فهو دعيد يستخدمه، لكن أنه أنا إذا أخليه محدود وبرقابة معينة وأنه أحتويه صح وأخليه دائما يحكي. نعم. ما أمنع من الكلام، أسمعه، بس أوجهه بالطريقة الصحيحة. خليه بالعلن يتابع ويسوي بالعلن. إحنا مشكلتنا بأنه ماكو لغة مشتركة بين هذا الطفل أو هذا المراهق. وبين الجيل الأكبر ماكو نقاش أساسا، ماكو نقاش أساسا، فهو وين دا يتجه؟ دا يتجه إلى السوشيال ميديا، دا يتجه إلى أشخاص وهميين ممكن يقنعوه بالإدمان أو حتى لو بالانتحار أو حتى أنه يطلع عن خارج طور العائلة. هذه كارثة حقيقية إذا ما لقينا صيغة تواصل مشتركة، مثل ماكو صيغة تواصل بالسوشيال ميديا خلي يكون صيغة تواصل داخل العائلة. حلو. كوفت مسألة مهمة بالفترة الأخيرة، هذه يعني لاحظتها بشكل كبير موجود عند النساء، نسبة كبيرة من الشابات، خلينا نقول من البنات يعني بشكل عام. قبل شهر يعني بالفترة السابقة كانت صور فنانة المصرية بالموبايل مالتهم، تأثرهم بمن؟ صراحة أحكي هذا، تأثرهم بجماعة التنمية البشرية. شو يقولوا لهم؟ وجزء هو صدق ما أعرف أنا، يعني جزء هم شغلهم يعني التنمية البشرية، يقولوا لهم خلوا صورة الشخصية اللي تريدون تصيرون مثلها. يا بها سي زوجة لها واحد تاجر وهذا أوكي يعني بالعافية عليها، كلهم خلي صورة هذه الفنانة حتى بلكي يصير نفس القدر أو نفس فد فكرة معينة. زين هاي طلقت، هسه ايش راح يسوون؟ يشيلون الصوره؟ صراحه يعني هذا يعني انا شنو انا اخلي قدري يعني بشخصيه اخرى ما اعرف تفاصيل وحيثيات حياتها؟ هذا للاسف الشديد ايصال المعلومه من قبل مدربين التنميه البشريه مع كل احترامنا لهم مزملانا، لكن انه انا داخلي فد شخص هو مصدر ومثل اعلى وبالاخير تصير ويا مشكلة مثل أي مشكلة عادية، ما بيش ما توافقت وطلقت تلقائيا. هذه النساء اللي كانن حاطات الصورة هاي ومتأثرات بجمالها أو يستخدم المنتجات أو أيا اللي كان، وين صار؟ رجعنا للعكس، حتى اللي متزوجة هسه راح تفكر تطلق على متزوج واحد ثاني. فعلا فعلا، لأن أنا هسه من أشوفه هذا مثل عالة، والمشكلة أنه أنا حيل متأثر بي، فتلقائيا أنا هو شو حيصير ويا؟ أنا حينعكس علي كشخصيتي وعلى داخل الأسرة. بس إنما لما الزوجات لا، هاي بحث آخر يعني راح يشوف أنا من بديل آخر. فكرة المقارنة أيضا اليوم صارت موجودة هواية بمواقع التواصل بين الناس اللي هم افتراضيين وبين الناس اللي هم يمكن واقعيين جدا ويمكن حياتهم جدا حقيقية، ما عندهم تواصل اجتماعي أو عندهم بس ما ممكن يشاركون تفاصيل حياتهم على الأقل. اليوم هاي فكرة المقارنة جدا صعبة بعيدا عن التأثر، يمكن إحنا حكينا بشكل كافي عن التأثر، بس اليوم أكو مقارنة، اليوم فلان يقارن نفسه بفلان إنه فلانة سافرت أو فلان سافر لدولة أوروبية، أنا ليش ما أقدر أسافر؟ إذا أنا فاشلة، إذا أنا يمكن دخلي ما يكون كافي، ضلت تعاتب نفسها يعني. بالضبط، حتى ما أقدر إنه أو أسافر، أو تعاتب رجلها أو تعاتب ممكن أي شخص يستحق العتاب. ففكرة المقارنة اليوم جدا صراحة صارت موجودة. المقارنة هاي ظالمة، لأنه إذا نجي للحقيقة، هاي الشخصية اللي إذا تسافر واللي إذا تشتري أحسن الماركات واللي غيرها واللي غيرها، ممكن هي حياتها الحقيقية داخل البيت عبارة عن جحيم، وهذه اللي تتمنى أنه تصير مثلها هي حياتها ممكن مستقرة وحلوة وبسيطة. زين
احنا لا لا نجي نشوف بس انه هذا الجانب وخلاص، انه انا لازم هو يسافر انا لازم اسافر، اشتري لازم هو يشتري. هذا حلو واحد يسافر، هو حلو لا هو اكيد يعني لكن اكيد ما نطمح بانه نطمح بما هي المشكله. المشكله اكو فد مساله بالعصر الجديد اللي هو الفلتر. هذا الفلتر مو بس الماسك والفلتر على الوجه، لا فلتر عن كل ما يتصور، يعني كل ما نصور احنا، حتى احنا كاشخاص نصور حياتنا ما نطلع اشياء سلبيه. يعني اليوم ايه ما معقوله تتعارك ويا بالبيت تتعارك تقول والله انا تعاركت، لا طبعا راح تطلع ما بعد العركه، طلع هي بدلت طلعت وهذا. فاحنا هذا الفلتر المفروض نفهم انه الناس اللي تنشر يعني الاشياء الايجابيه فقط او الاشياء المفلتره. فاحنا مثل ما اكو فلتر احنا هم لازم نسوي فلتر، صح؟ نرجع ونقول انه الفلتر اللي تفضلت به ايه؟ هذا اني اخذ منه الشيء الحلو ايه؟ لكن ما تاثر به تاثير تام. اوكي ممكن اكو ظروف معينه انت دا تعيشها يعني تجبرك منه انت تكون متعب او مرهق او شيء، لكن فتره وتعدي. مو انه انا والله ما دام فلان او شيء نشر انه هو حياته كلها ايجابيه وصحيحه و100%، هذا غلط. احنا دا ناخذ الشيء الصحيح نقتدي به نعمل لاجله ونحاول انه نطبقه على ارض الواقع، لكن انه احنا ما سالفه نصير مثاليين وكاملين كمال الله سبحانه وتعالى مستحيل يجي يصير. اليوم الناس صارت تعتقد انه الشخص الفلاني او الشخص اللي هم متابعي انه هو انخلق اساسا هيك، يمكن انه هو خلاص انه حياته بلشت هيك اساسا من البدايه، بلش ناجح. بالضبط بلش ناجح. يمكن هذا الشيء مو كل الناس تحكي به، اللي هم معروفين مو دائما اغلبهم يحكي انه شلون صاروا وشنو بداياتهم وشلون كانت من الصفر. فهذه الاشياء هم ممكن تكون ايجابيه على الشخص اللي هو متابعهم، انه على الاقل يتعرف على بدايات هذا الشخص اللي يمكن حاليا تشبه وضعه الحالي. افضل شيء يسويه الناجح ان كان على السوشيال ميديا او بالحقيقه هو انه من البدايه يقول انه انا هيك صار وياي، انه يعترف بالاخطاء اللي صارت وياه، يعترف بالصعوبات. من سيرة حياته تبدي من الصفر ومن الألم ومن المعاناة وينجح بعدين. وكثير من المشاهير شايفين هيجي، وأقولهم طبعا أنتوا يعني زين، من نشوفهم هيجي تلقائيا المقابل هو راح يقول لك رغم كل اللي صار وياي أنا حمنا حطمح أنه أصير مثل أستاذ بلا وست آية وأقدر أن أخذ مثل آية. طبعا ما شاء الله عليها الله يوفقها بتحت لهسه ما شاء الله مشاريع ثلاثة ما شاء الله أمورها زينة مشت براندات والرابع بالطريق الرابع بالطريق هي اذا خلينا نقول تجربه ست ايه هو خير دليل بانه انا ممكن ابدي من الصفر او رغم كل اللي اواجهه بس انا بالمقابل اقدر انجح. وكثير من الاشخاص حاليا لا يقدرون يقتدون بها او مثل جنابك. هواي ناس يعني يمكن هم يعني بلشوا ممكن يعني اليوم هم ممكن عالميين شهرتهم عالميه او ممكن حتى عربيه او خلينا نقول ايضا محليه، بلشوا من ولا شيء وصاروا يمكن اغلب الناس ما يعرفون شلون هذا الشخص صار، شلون انمنع، شلون كسر المنع هذا. هواي اشياء ممكن اليوم صارت تتاثر. قبل ما نختم حديثنا وياك وقبل ما ينتهي الحديث، انا اريد من عندك جمله من النصائح والاشياء اللي ممكن تروضنا احنا بشكل عام عن انه احنا على الاقل ما نقدر نتاثر ونبقى ناثر بشكل حلو بس ما نتاثر. حبوا نفسكم، نصيحة بس، حبوا نفسكم أكثر، ابتعدوا عن التليفون إيش قد ما تقدرون، أولهم أنا طبعاً، نحاول نكون حقيقيين وفعليين على أرض الواقع، ناخذ الشيء الحلو ونتأثر به ونحاول نقدم أكثر همنا أنفسنا وللمحيط دائماً. هسا احنا آية ختمة الجانب السلبي حتى ندخل على الجانب الإيجابي. الإيجابي بالسوشيال ميديا جيد. جيد. واكو ناس قدرت توصل اشياء حلوه صح. حتى لين نقول احنا يابا ابتعدوا، لا هذا زمن السوشيال ميديا بالنتيجه. الزمن هذا زمن السوشيال ميديا. خاصه مو احنا هذا جيل، الجيل الجاي هذا ما يعرف غير السوشيال ميديا. احنا عندنا ميكس يجوز صح. بدون ومع، بس هسه لا هذا الجديد جيل يعرف كل شيء. اكو معلومات مكثفه دا تجي اليوم ابو 7 سنوات تجي معلومات يختصر لك سنوات صحيح. طويله صح؟ صحيح. هنا نريد نعرف ايجابيا شلون نتعامل، شلون ننطي فرصه لاطفالنا حتى يقدرون ياخذون مساحتهم. بحالتين بس اذا قدرت يعني مو كل شيء نعتبره غلط. لا 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 اكيد.
إذا قدرت أنه أنا أراقب بطريقة صحيحة. نعم. والأهم من كل هذا هو دور الفاعلين على السوشيال ميديا أنه ينقلون صورة صحيحة. من أكو محتوى جميل وحلو وهادف وإيجابي راح يكسر المحتوى السلبي والمحتوى الغير جيد ويتأثرون به هذا الجيل القادم بالمحتوى الإيجابي، وهذا دور المشاهير. وأكو نقطة مهمة يا ريت هم تتحدث لنا عنها. أكو أشياء دائما بهذا العمر، يعني تقريبا من 10 سنوات وقبل 16، هذا العمر هاي الفترة يتأثرون بفرق موسيقية. صحيح. هسا متأثرين مثلا بالكوريين، يعني هسا الكوريا هسا ماكو شيء متأثر بها كلش كبير. فخليه يعني احنا ما نقدر نحجم هذا التأثير، بس على الأقل نتعامل وياه شلون نقدر يعني نعكسه من تأثير مباشر وكامل إلى تأثير متعة. يعني بس مثل ما كنا احنا نحب كاظم الساهر مهند محسن ونشتري صوره ونفس الشيء. ها بس الفرق وين؟ احنا كنا نتأثر بالناس اللي هم من خلينا نقول احنا من ثقافتنا من جيلنا. ذاك لا لا هم كنا عادي طبيعي باك ستريت بويز عادي يعني كان كل تيك ذات وهاي الفرق الموسيقية. الثقافة اللي اذا تجي المغالطة هذه اللي اسف مع احترامي طبعا اللي يسمع اكو ناس مايكل جاكسون اللي يسمع هيك الوان. المشكلة هو مو بس دا يسمع، هو المشكلة دا يتأثر إلى الدرجة اللي نفس اللبس نفس الأسلوب نفس الحركات، وهذه أمور دا تصير دخيلة على مجتمعنا. أوكي هو خلي يستمتع بها برقابة صحيحة بتوجيه صحيح مو مشكلة، بس أنه يصير كامل هيك من عندنا كان يلبس نفس اللبس مال مايكل جاكسون كل غيره كلش يعني كل يعني ما كان يخلي انا اليوم افتر بشارع النهر على طراز يسوي لي تطريز لان كان ماكو استيراد قبل. نعم. فكان اكو طراز يقدر يسوي لنا هذه مال باك ستريت بويز ومال شو مي ذا مينينج ماكو صح. بس بنفس الوقت احنا هم انه كان اكو رقابه، بس كانوا اهلنا يقولون لنا انه هاي متعه بس مجرد انه للتسليه. اوكي يعني بس لا تروح زايد. اها بالضبط هي هسه هذا اللي اريد اقوله. يمكن اليوم بلال دا يحكي سابقا كان التاثير بشكل ايجابي وعن حب وعن فطره تامه. صحيح. اليوم صار لا، التاثير صار الى ممنهج اكثر. بالضبط صار ممنهج اكثر، صار يمكن ياخذ ابعاد هوايه، يمكن توصل لحد التعمق بشخصيته. يعني سابقا الاجيال فعلا كانت تتاثر بس بشكل حلو على شكل موضه وتنتهي. اليوم احنا ما نضمن اذا هذه موضه فعلا وتنتهي لو يبقى هذا الشخص متاثر. احنا كل فتره دا يصير عندنا ترند بشيء، اي وهذا الترند ان كان محلي او خارجي دا يتاثروا به هذا الجيل بالكلمات بالتصرفات بالحركات، وهذا خطر جدا كبير. لانه يعني كل ما دا تزداد الامور سوء هذا المقابل نقول خلينا نقول مثل صير جلده بعد يتحمل اكثر واكثر في وقت المفروض هو من اقل غلط بعد يكتفي بهذا الشيء. احنا دا نتحدث حاليا او انت دا تتحدث حاليا حضرتك عن اي فئه عمريه يمكن هي اليوم هي مهدده بكل هذا التاثير القوي؟ دا نحكي حاليا احنا على المراهقه، على الاطفال، على الشباب. المراهقه طبعا هي اخطر شيء. الاثنين هي اللي عندك اخطر سنه اللي هي من 8 الى 20 سنه. الطفل سهل ترويضه بس المراهق صعب. المراهق يعاند. صعب ترويضه في حال أيه. في حال طبعا انه هو من الاساس كان هيك بس أيه. انا اذا قدرت اتعامل وياه صحيح وانه وجهه صحيح ووصق لشخصيته صحيح، طبعا هذا يبدي من البيت ومن المدرسه. انا البيت والمدرسه اذا كان صح السوشيال ميديا مهما كان خلينا نقول الموج مالتها قوي حيكون موج البيت، وخلينا نقول هذا الصد مال البيت ومال المدرسه يكون اقوى ان شاء الله. احنا بصراحه يعني كلش نشكرك. شكرا. والحديث وياك يعني شيق جدا. انا اذكر من ضمن الاعمال الدراميه المصريه اللي كانت تعرض بتلفزيوناتنا وكانت توعي، كان اكو مشهد للفنان الكبير احمد بدير. نعم. ويا طفله يجي يشغل الشخاطه، فالكل الآباء بنظرهم انه يجي يصيح عليه ويمنعه، وهذا احمد بدير شنو سوى؟ جاب كميه شخاط، قال له تعال كلهن هسه تشغل، هذا شغل 2 3 4 مل عاف الموضوع. صح. فاكو مرات مو كل الطرق هي منع، اكو طرق ثانيه هوايه تختلف عن المنع، مثل ما المعدين من يريدون يفرضون علينا شيء يعني
يعني دائما فعلا يفرضون علينا اشياء، بس عادي احنا نخرج على القاعده. استاذ احمد شكرا جزيلا لك، الحديث وياك حلو ودائما يكون مثمر ونتيجته حلوه، شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا، من بعد هذا الحديث الطويل على مواقع التواصل، وبما انه مواقع التواصل اليوم صارت هي توفر لنا كل شيء، وصارت يمكن هي تقدم لنا اشياء حلوه واشياء ايجابيه ممكن نستفاد من عندها ونحتاجها احيانا، من ضمنها يمكن الاشياء اللي تكون موجوده بمنازلنا او حتى خارج المنازل، اذا نحتاج معلومه مثلا، يعني اولها ممكن اذا نحتاج معلومات تخص الزرع او حياتنا اليوميه، وتاثير الزرع اليوم صار جدا ضروري ومهم بخلال هذه الاشهر وهذه الاتربه والتفاصيل اللي تصير بالطقس. خلونا نشوف شنو عندنا اليوم بفقره النباتات. يا صباح الخير واهلا وسهلا بكم فقره بستان ورود. اليوم موضوعنا راح يكون عن نبات خارجي معروف بالموز الكاذب او بالكانليلي. هذا النبات استوائي يحب المي والشمس. هذا النبات معروف جدا بسبب الاوراق مالته والورد. الاوراق راح نلقاها بعده الوان، منها الاخضر، البنفسجي، البنفسجي والاخضر، او الاخضر فاتح والاصفر. اما الورد راح يكون موجود على الوان البرتقالي والاصفر والاحمر او ممزوجه ما بينهما. نبات الكانليلي هو عباره عن رايزوما. هذه الرايزوما هي اللي تدخل داخل الارض واللي يطلع منها الاغصان. النبته عامه تتكاثر عن طريق الرايزومات ايضا، بس احنا لما نشوفها من فوق الارض راح نشوف عبالك هي تتكاثر بالفسائل. كل رايزوما راح تطلع غصن، هذا الغصن هو راح تطلع ورقه بعد ورقه بعد ورقه، راح نشوف اخر شيء راح يطلع ورقه صغيره، وبعدين راح يطلع مجموعه من الورد. بعد ما راح يورد هذا الغصن راح نشوف انه طلعت مجموعه ثانيه من الورد. بعد ما خلصنا هذا التوريد راح نشوف انه هذا الغصن نفسه اللي هسه ورد ما راح يورد مره ثانيه. فاذا احنا محكومين بمكان صغير او ما عندنا مكان او حاطين بسندانه، الغصن اللي ورد نقدر نشيله. اما اذا ما عندنا مشكله بالمكان فنقدر نبقي الغصن اللي ورد، بس نشيل الجزء الورد اللي راح يكون طبعا يابس، شكله مو كلش مريح للبصر، فنشيله ونبقي بس الاوراق. لما راح نقص الاغصان اللي وردت راح نشوف النبته او الرايزوما نفسها راح تبدي تدفع اغصان اكثر واكثر. احنا حتى اذا ما التزمنا انه احنا نقص الاغصان، يعني الاغصان اللي مورده نبقيها، راح نشوف انه النبته تتكاثر كلش بسرعه، راح تطلع هوايه افرع جديده من تحت الارض. اذا انتم تريدوها تكبر نقدر نحطها بالارض، راح نشوف نسبه النمو مالها جدا جدا سريعه. اما اذا تريدون تحطوها بمكان معين تقدرون تحطوها بسندانه حتى ما تتكاثر بسرعه، او حتى تحطوها بسندانة وتدفنوها داخل الأرض حتى ما تكثر أو ما تكبر بسرعة كلش. هذه النبتة تحتاج شمس مباشرة من 5 إلى 6 ساعات باليوم الواحد حتى تزهر. احنا مثل ما ذكرنا هذه النبتة استوائية وتحب المي والشمس، تحتاج شمس مباشرة وأيضا تحتاج مي. إذا احنا زارعيها بسنادين فيحتاج نسقيها يوميا، أما إذا احنا زارعيها بالأرض فنقدر ننتظر بين يوم ويوم، بما أنه الجذور مادة نفسها بالأرض وماشية بعمق التربة وأكيد راح تبحث عن المي داخل بالتربة. هذه النبتة عامة ما تحب البرد، راح نشوف هي تتضرر كلش هواية أكثر مما بالصيف. يعني هذه النبتة راح تتحمل درجات الحرارة وموجات الحر بالصيف، بس ما راح تتحمل الجو البارد. هذه النبتة عامة الأوراق مالها راح تحترق بالشتاء، ممكن حتى تفقد كل أوراقها وتبقى بس الرايزوما بالأرض. بهذه الحالة احنا شنو راح نسوي؟ الرايزوما راح تدخل بحالة سبات تحت الأرض، ماكو داعي. اكو بعض الحالات نشوف ناس دي يطلعوها من التربة يخزنوها داخل البيت، نقدر احنا نكتفي نبقيها بالتربة، فقط نقطع السقي حتى هذه الرايزومات ما تتعرض للتعفن، وهي ورا من راح يدفى الجو اكثر لما ندخل بالربيع وبالصيف ونرجع نسقي التربة، الاغصان الجديدة راح تطلع من هذه الرايزومات. مثل ما ذكرنا هذه النبتة تتحمل أجواء العراق، تتحمل الحر وأيضا تتحمل البرد، يا أما عن طريق أنه تخسر أوراقها وترجع مرة ثانية بالصيف، أو ممكن بس الأوراق، بعض الأوراق تحترق بس أكو أوراق ثانية تتحمل. ممكن إذا أنتوا عندكم سياج أو تريدون تزرعون بالرصيف خارج البيت، ممكن هذه النباتات تزرعوها. إذا تريدون يعني تطلعون خارج عن المعروف أو خارج عن المألوف بالنباتات اللي عادة نستخدمها، للعلم هذه النبتة ممكن تطول من 2 متر
إلى 3. يعني إذا إحنا عندنا حائط فارغ بدل ما نزرع بأشجار، إذا إحنا عندنا مثلا زارعين أشجار نقدر نحوطها بهذه النباتات، أو نقدر أصلا نملي الفراغ اللي عندنا بهذه النباتات، ما طالما راح يكون عندها ارتفاع وأيضا راح تنمو بسرعة كلش. أتمنى هذه المعلومات فادتكم أكثر وطتكم أفكار جديدة خارجة عن المألوف حتى شنو تزرعون للرصيف هذا الصيف أو حتى عامة. ونشكركم للمشاهدة ونرجع للاستوديو. مشاهدينا، وهذه كانت كل الأشياء اللي تخص النباتات والزرع. شكراً جزيلاً لك ميس، ويمكن اليوم الاهتمام بالزرع صار جداً ضروري إذا كانت في داخل المنازل أو خارج المنازل أيضاً. باقين ومكملين وياكم بصباحكم، راح نروح إلى فاصل ونرجع لكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دائما الاطلاع على ثقافة البلدان الأخرى ضرورة معرفية وحياتية أيضا، تتيح الاستفادة من التجارب والخبرات التي وصلت لها تلك البلدان. ابقوا معنا بيهم الناس. قبل أيام أقيم في بغداد مهرجان ثقافي عن اليابان، حاول هذا المهرجان إحياء الثقافة اليابانية واقتباس الجزء الجيد والمناسب منها للمجتمع العراقي، لأنها ثقافة غنية بالقيم الأخلاقية النبيلة. طبعا زميلنا علي نادر كان حاضر وعدلنا هذا التقرير. رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والزمم. حب الأجيال للأشياء، الموسيقات، الأنمي اللي تربوا عليها، يعني خلانا نفكر إنه ليش ما تصير حفلات هاي الشارات. وبالفعل لقيت صدى كثير كبير غير عن كل المسار الفني الآخر، المسار الغنائي الآخر. اللي كانوا أطفال صاروا هلأ دكاترة ومهندسين، وشايف أنت كله ياتون شباب وكله جاي عم بيحضر أغاني الأنمي اللي بتذكره بطفولته، بتذكره بالأيام الحلوة. يعني هي الفكرة كثير هيك صح. أكثر الأغاني اللي انتشرت أو مو تنتين، هن ثلاث أغاني، هن صراع الجبابرة ودراغون بول وهزيم الرعد. هدول عملوا ضجة كتير كبيرة بكل العالم العربي. اليوم مدحتا من فيلم أليس إن وندرلاند في تمثيل جوني ديب. اليوم حبيت أشارك بشغلي لأنني أحب هيك أجواء، ويعني كان المهرجان لطيف واستمتعت وهاي. وأكو بازارات المهرجان عبارة عن إنه ياباني أو أفلام أو كوميكس أو أكو تنكرات وكوسبلايرز، كلش يعني شغلهم مضبوط وممتاز.
طبعا موضوع الانمي موضوع كبير جدا، يعني مو موضوع اعتيادي، موضوع الى جمهوره والى ناسه والى طبعا صح الاعمار تختلف واعمار جوز صغيره تبدي بيها، بس بيه اهتمام كبير ويعني اكثر من الاهتمام باي افلام كرتون. هم طبعا جماعه الانمي ما يحبون يعني نقول على الانمي افلام كرتون، لا يحبوا يعزلوا انمي خلص، يعني هو مو كرتون باعتبار هو بشخصيات قريبه يتخيلوها قريبه للواقع، وهي اصلا مبنيه من الواقع حسب ما اعرف اني. اليوم راح نتحدث عن هذا الموضوع ويا واحد كلش مهتم بالانمي، ماهر ميرزا حمزه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم، صباحكم خير ان شاء الله. انا عجبني اقول عليك لوفي، مو اني لوفي عادي، هو لوفي شخصيه من احد الشخصيات الانمي اللي هو موجود. شنو هاي الشخصيه حلوه؟ موجود بانمي ون بيس، هذا عنده فت خاصيه انه تمكن انه يكون جسده مطاطي يعني، وعنده بعض الخواص هميان يعني. انا تدري شلون عرفت لوفي؟ زين شو؟ بده يسوي يوزر ابني. بده يسوي يوتيوب. زين. فاليوزر مالته لوفي. حلو، يعني من متابعي الانمي. اسمك ميار، شنو لوفي؟ قال لي لا بابا انت وين تعرف لوفي؟ رحت بحثت لوفي شنو؟ فطلع لي هذه الشخصيه. حلو. ابنه كم يتابع الانمي؟ طبعا ابني وبنتي وهذا. حلو، اي فهذه الانميات يعني بشكل عام هي بها هواي ايجابيات الصراحه يعني. أيه؟ احنا بالماضي يعني بالصغر قبل الايجابيات خلي الناس تعرف شلون صار الانمي وهاي الشخصيات شلون ظهرت. هو الانمي مو حديث اليوم الصراحه. أيه؟ يعني ابائنا وقد يكون حتى اجدادنا يعني كانوا يتابعون الانمي يعني. نعم. اللي هو عنده بعض المسميات يعني الناس تسميه الكرتون يعني. الكرتون. أيه؟ هو للفئه الصغيره يعني كانت، اما قمنا احنا من صرنا شباب وكبرنا يعني كنا صغار كنا نسمي كرتون أو الأهل كانوا يسموا كرتون. من بعد ما كبرنا من عندنا اللي صار دكتور اللي صار إعلام اللي صار كذا وكذا سمينا فئة معينة اللي هو اسمه الأنمي، اللي هو يعني تقدر تقول من 18 وفوق أو حتى يعني حتى من 15 سنة وفوق يعني. لأن بفت قضايا، أكو قضايا فلسفية، قضايا بالطب نفسها يعني، أكو فد أنمي اسمه الطفيليات يعني تحدث لك على أمور كلش بسيطة. الأعضاء المجهرية تقدر تسميها يعني أو الكائنات المجهرية. أكو أنميات تتحدث بعلم الفضاء، أكو أنميات بعلم الحضارة، حتى جلجامش موجودة شخصية إلى يعني هو بطل بأحد الأنميات يتحدث لك عن جلجامش. هو شنو مسلسل؟ هو حلقات؟ أي تقريبا أفلام؟ أكو أفلام وأكو مسلسل يعني. أيه؟ المسلسلات توصل يعني أطول أنمي وصل تقريبا لألف حلقة. ألف؟ تخيل ألف حلقة وما تتمنى يخلص صراحة غير يعني، فتخيل كمية الجمال الموجود بالأنمي. أي يعني طبعا. أي إذا مو يومي شوي لحق. لا مو يومي هو. كل حلقة أسبوع تطلع وهذه كل حلقة وقت يخلص يعني. يعني الحلقة الواحدة أسبوع. أكو أنمي من يعني مثلا مالوفي نفسه. أي هذا الأنمي من 99 لحد الآن جاي يعرض. من 99 لحد الآن جاي يعرض. عندك أنمي كونان من 95 ولحد الان بعد ما مخلص يعني. زين. وين ميكونان يعني معروف اكيد. اي يعني طبعا. اي فاكو هو يعني نفسه مازنجر يعني. أي مازنجر من الستينيات تقريبا. أي السبعينيات يعني. عندنا تمام قبل كلش فتره يحب مازنجر قبل فتره يعني. بحيث من دخل الماسنجر. زين. الناس على اسم الماسنجر. اكو البعض يقول على الماسنجر يقول مازنجر. عبالي ما تواصل. اي والله. لا. اختلطت الاسماء. يعني مازنجر نفسه قلت لك يعني قد قديم هالانمي هذا، صنعوا له جزء جديد مستحدث. اكو هسه جديد. استقطبوا الشريحتين يعني القديمه والحديثه الجديده يعني، هسه اكو هواي من فئات يعني. ها شلون نبحث عنه مال مازنجر؟ موجوده باليوتيوب تلقاه. بس نكتب يعني؟ اكتب مازنجر النسخه الحديثه. يلا خلاص وصلت اليوم. خلص يم بلال بعد. على ذكر يعني هذه طول سلسلة الحلقات يعني أنت ذكرت أنه هي توصل لما يقارب الألف. صح. وكل حلقة أسبوع يعني، فالموضوع جدا طويل والتأثير راح يكون بشكل أكثر صراحة يعني. إذا الطفل أو الشخص المتابع يشوف حلقة واحدة على مدار أسبوع إذن التأثير جدا كبير هنا. يعني تحدثنا عن تفاصيله، أريد أعرف تأثيره هذه الحلقة اللي هي على مدار أسبوع شنو تأثير. إحنا نشوف حلقة ساعة من مسلسل أو نشوف فيلم ساعتين نطلع. صح. متأثرين أو ممكن فكرتنا متغيرة عن تجاه شيء، فلا عاد حلقة وهي عددها ألف. زين.
يعني بالبداية احنا خلينا نفرق، يعني مثل ما ذكرت لكم بالبداية انه الانمي قلت لكم انه هو الشريحة اللي هي الشبابية واكبر. نعم. اما الاطفال فيعني اكو فد بعض الانميات اللي تتجانس مع تفكيرهم وهذه الامور. اما الحلقة هي كل اسبوع تطلع وحدة. الحلقة تقريبا مدتها تطلع الصافي مالتها 15 دقيقة. هم هواي. يعني احنا من نشوف 15 دقيقة وننتظر اسبوع اكون ناس خطيه تاكل بنفسه. شنو السر؟ شنو السر؟ قلت لك السر اكو بعض الايجابيات، يعني مثلا اكو اشخاص يعني صارت عندهم يعني تآصر بالصداقه وقوه بالصداقه، يعني مع اصدقائهم وفاء الصداقه، هذه الامور من خلال انمي. اكو اشخاص كان عندهم يأس بالحياه، كان عندهم حتى تقدر تسميه جبن، يعني خاف يقدم على فد خطوات معينه من خلال الانمي. بعض الشخصيات اللي تمتلك الشجاعه وتمتلك انه يعني اكو بعض الانميات، واحد منها اسمه ناروتو، هذا كان يعرض يعني من فتره طويله و900 حلقه. صراحه انا نفسي كنت يعني جدا جدا متيم بيه. تخيل يعني ب 2016 شايف 900 حلقه منه. انا شنو يعني اقول لك، انا كلنا يعني بالالاف اشخاص انه يتابعون هذه الانميات وما تتمنى تخلص. انا واحد من الناس يعني 900 حلقه ومن خلاص صراحه. تخيل حتى الدمعه تنزل يعني من قد ما واحد يعني باحداث احداث كلش جميله. يعني قلت لك هذا الافات يعني هو انمي ناروتو بالنسبه لي، يعني اعتبره من الانميات القريب لي. فادني من ناحيه انه شلون واحد يخلي اهداف، يعني كان حلمه هو هاي الشخصيه مال الانمي انه يكون رئيس لهذه القريه اللي كان بيها. فهذا الحلم كبير جدا يعني يعتبر. فبقى يكافح ويتدرب وهذه الامور، يعني بحيث شاف كل يعني المشاكل بالحياه لحد ما وصل بالاخير وحقق اللي يريده، وكل أصدقائه موجودين داعمين إلى هذه الأمور. حلو. فهذا من خلال هذه المشاهد تقدر يعني تخلي أهداف يحفزك عن يعني من خلال هذا التحفيز. خصوصا احنا يعني بالعراق احنا تعرف الوضع السلبي، يعني كل شيء كل المواطنين ناقمين على انفسهم وعلى المجتمع. هو يعطيك فدعات ايجابيه، نحتاج دفعات ايجابيه شويه. هم الشخصيات اللي رسموها زين فعلا هي اكو لها حقيقيين. قلت لك يعني اكو شخصيات حقيقيه حضاريه، مثلا شخصيه جلجامش موجوده شخصيه من الحضارات العربية. انا مرات اشوف فيديوهات صور الانمي المرسوم والحقيقي. صح، هذا حقيقي. هي حقيقيه يعني شخصيات، يعني ياخذون من اشخاص موجوده، يعني شخصيات حقيقيه. نعم. عندك حتى مثلا يعني مثلا كابتن ماجد. كابتن ماجد فريق كاتالونيا اللي هو برشلونه اعتقد، يعني فتذكر لك بعض الوقائع يعني وبعض الامور يعني. اي فاكو هواي يعني اشياء بالانمي ملامسه للواقع، واكو اشياء فلسفيه جدا، يعني اكو بعض المشاهد تحكي لك عن فلسفه الحياه شنو هي، بعض الامور بعده مجالات قلت لك بالطب بالفضاء قد تكون بالتاريخ نفسه وبه هواي هواي يعني. انا اللي صراحه احكي لك اللي يعجبني بالموضوع بكل تفاصيله، رغم اني مو كلش متابع زين، بس الحكم من خلال الحوارات حكم يعني كبيره. صح، بيفد مواقف يعني هم يصنعون مواقف بيفد حكمه كلش حلوه. هاي يستوعبها الطفل هاي الحكمه؟ مو هي حتى ما يستوعبها، يعني هي راح تجذر بيفد اشياء يعني يعني فد اشياء ايجابيه، فد تخليه يفكر يعني بهذه الكلمه مثلا. يعني مثلا اتذكر مشهد من المشاهد بانمي ناروتو، يعني يحاجي التلميذ مالته يقول الرغبه في السلام تؤول للحروب. يعني هذه الكلمه او هذه العباره البسيطه يعني من عبارات كثيره الصراحه. طبعا الرغبه بالسلام تؤول للحروب، شلون يعني؟ تباهوا على الواقع يعني. فعلا هسه كل الدول يعني اغلبها انه اذا تريد تحافظ على بلدها راح تحارب خارج بلدها. راح تحارب. ففعلا يعني اكو فد اشياء يعني. نعم. كلمات صراحه يراد لها واحد شويه يعني. نعم. يتمعن بيها. اي يعني يتمعن بيها ويفهمها راح يحس بمدى عظمتها. احكي لنا هسه على الجروبات مالتكم. زين. هذا اللي تسوون حاليا؟ هذا المهرجان. هذا المهرجان. نعم. اللي شفتوه يعني هو مو المهرجان الاول ان شاء الله ولا الاخير. كثير مهرجانات سابقه كانت. بدايته شلون كانت؟ كانت يعني ب 2016 قبل 2016 يعني كنا بالفيسبوك من محبي الانمي، ويعني نتواصل بيناتنا ننشر هذه الامور. فقررنا يوم من الايام انه نسوي لنا جمعه بيناتنا احد الاماكن العامه. اجتمعنا وقمنا نتداول القصص ونتداول الحلقات ومناقشات بيها ونسولف وهذه الامور ونتبادل اهتماماتنا عفوا.
فمن بعدها قررنا أن نسويها إبقاع ونشوف ونخلي فت فقرات معينة. سويناها يعني كان شيء جدا جدا جميل يعني وقتها يعني الجمعة الموجودة والشيء الحلو اللي يضيف لهذا المهرجان يعني إنه العوائل الموجودة. فيعني هذا المهرجان أعتبره أنا صراحة هو هروب من الواقع ولو شيء مؤقت يعني اليوم إحنا من خلال الروتين العمل من خلال تغيير يعني الواحد يهرب هسه بأي طريقة يا ترى. إحنا طريقتنا نهرب الأشياء اللي نحبها هواياتنا فنهرب نروح نغير الأجواء شوية نستذكر بعض الأمور ونتبادل الاهتمامات المشتركة. فقلت لك يعني شنو عرض بالمهرجان؟ اللي يعرض بالمهرجان الأغاني مال الأنمي أي القديمة والحديثة قد تكون بالإضافة إلى مسابقات يعني نجمع المواهب من الرسامين من بعض المواهب أيضا يعني بالغناء قد تكون يعني كأغاني الأنمي ومسابقات حول أسئلة تخص الأنمي يعني وهذه كلها المسابقات هي يعني بها جوائز والجوائز هي همين خاصة بالأنمي يعني أكو فد فيجرات يعني أي صح مجسمات ميداليات أي مجسمات للأنمي وما شابه ذلك. يعني بالآخر مهرجان كان الأستاذ عاصم سكر حاضر اللي هو مغني سبيس تون كأغاني هزيم الرعل ودراغون بول وصقور الأرض وهواي هواي أغاني صراحة. فكان حضوره جدا جدا ممتع يعني أمتع بجيلنا إحنا التسعينات وحتى الجيل السابق يعني. دائما يمكن أنتوا تهتمون بكل شيء يخص الأنيمي يعني شنو فعالياتكم خارج المهرجانات اللي تصير؟ بالعادة أنتوا تلتقون عندكم ممكن وسيلة تواصل جماعية ممكن أنه أنتوا تتبادلون بها الأشياء اللي تحبوها وليش أنتوا تحبون هذا العالم أساساً؟ يعني يمكن هذا العالم اليوم صار إلى هواية أشياء تنافسه ممكن الدراما ممكن السينما فليش؟ لا بالعكس طبعا. ليش يعني انا اريد اعرف انا اريد اعرف يصير لا انا عندي فضول اعرف بس يباوعون ويحبون هاي بدها تقول ايه شنو دراما شنو زين ذكرتوني برياض ابو علي السرايفي هذا الكابتن يعني الله يحفظه هذا اليوم حش علي انا يعني كمية الميمز اللي نزل علي الصراحة يعني احنا ما نقول هجوم لا لا بالعكس يعني احنا يعني يشتغلوا ميمز ما بعدين طبعا لان هم باعي حتى تصير صورة واضحة حتى امام الناس هم يعتبرون اي شخصية بالانمي حقيقية نعم يعتبروها واقعية يعني هي مو واقعية بقدر ما احنا يعني لا لا انتم تعتبروها لا بس اسمح لي لحظة يعني انتم قبل من كنتوا تحبون بعض الشخصيات قبل شنو الشايباني لا يعني كمثال التامالي عفوا سؤال هسه ان شاء الله انا وياك يعني مو بالعمر الكبير ولا مثل ما قلت شايب يعني فمقصد كلامك وشخصيات يعني هوليوودية كانت او هندية وما شابه طبعا يعني قبل يعني اهلنا من يتابعون هذه الشخصيات يعني يتابعوها بكل حب عبالك يعني تمثيل الموجود عبالك هو بالواقع حقيقه اي طبعا اي فاحنا اكو اشياء هذه نحبها واحنا يعني بالتاكيد احنا ضد التنمر اكو فد شغله اكو بالتسعينات كان اكو مسلسل تمام كان يتابعه اللي البطل اسمه الفريدو يعني الفريدو كان يحب حبيبته وما تصير زين اوكي اكو نسوان قاموا ينذرون صح إذا تزوج إذا صارت غوادالوبي الألفريدو يعني نذبح نسوي صح. الإنسان بطبيعته فطرته يتفاعل بطريقة واقعية مع العمل فعلا. الفني يعني صح. سواء كان درامي أو الأنمي أو كل هاي التفاصيل هسه أنا إذا أشوف الأطفال والمراهقين والأعمار اللي كلهم اللي مارين على الأنمي يعني يتعاملون يشترون أي شيء يخصهم يحبون يمتلكون أي شيء من عندهم صحيح مو صح؟ اي يعني هذا يتبع انه بالعراق خصوصا يعني هذا الشيء شبه مستحدث لان تعرف العراق الفتره الغابره اللي سبقت ما شافش صراحه يعني الجيل ذاك واحنا كجيل هم التسعينات يعني احنا هسه الله قمنا شويه يعني قمنا نستقطب الاشياء الخارجه من نقدر اليوم مثلا من اريد اشوف مثلا مجسم مال انمي اقدر اشتري من برا أو أشتري من المتاجر الموجودة يعني اللي قامت تجيب من برا أكو أشياء اهتمامات إحنا قمنا يعني نتعلق بيها رغم عفويتها يعني هي ما بيها فد شيء يخل بالذوق العام أو شيء يخل بشخصية الإنسان نفسه بالعكس قلت لك يكون نقاط إيجابية زين هاي الأزياء منين؟ هذه الأزياء يعني هسه هذا خيار شنو قصة هذه الأزياء هذا فعلا؟ هسه هذا الرداء هو رداء لأحد الشخصيات اللي هو برتبة أدميرال اسمه غارب
قارب هذا يصير جد لوفي اللي ذكرته قبل شويه. اوكي. اي فهذا موجود هو بالبحريه قبطان يعني قائد بالبحريه معروف بقوته يعني. زين منين جبت هذا اللبس انت؟ هذا خياطه هنا. خيط يعني سبحان الله يعني هو هذا المهرجان هم يفتح بعض الافق وفرص العمل لبعض الاشخاص صح. يعني اكو واحده من يعني مو واحده والله اكثر من واحده يعني خياطات يخيطن الملابس او يعني نسميه احنا الكوسبلاي اللي هو الرداء الانمي شخصيه الانمي هذا يخيطوه وعلى ضوء الشخصيه شنو تريد يخيطوا لك اياه بدل ما تطلبه من امازون او من موجود هنا اي ف يعني شيء حلو صراحه حلو يعني اذا هذه الازياء انتم يعني دائما تحبون انه يعني انا دا اعرف اليوم بخزانتك كم زي موجود انتم بالعاده تحبون دائما تلبسون هذا الزي يعني شنو تفاصيلكم يعني هذه فكره لاحظته بالتقرير اكو هو يعني متنكرين بشخصيات يعني مال انمي فهذا من يرتدي الشخصيه اللي يحبها يحس بشعور يعني بعد شويه اكو يوم يعيشون اللحظه لدرجه انه خلال المهرجان يطلع يسوي حركات معينه اي ف يعني هذا يعني هسه هو ما كان كبير حتى بالعمر تلقاهم يعني قلت لك اكو حتى يعني اطباء يجون هناك صيدلانيين اعلاميين غيرهم كذا تفوح هو يعني بالمهرجان بالواقع يختلف جذريا يعني جذريا فتحسه كانما يدخل عالم ثاني هرب من الواقع اللي دخل عالم ثاني شيلو قلها ايه يا شخصيه هي لو تتابع انمي كان قلت لها بس انا مخاصمها الصراحه ليه ما تابعها يعني اعطيها هيك شخصيه حتى تروح تشوف تبحث عنها زين اي فعلا انطيني واروح ابحث والله خلي اتذكر انه اكو شخصيات الصراحه قوية يعطي فلوس اكو شخصية جدا يحبها المتابعين والعكس صحيح ميكاسا هذه بانمي هجوم العمالقة زين شخصية ميكاسا اليوم راح ابحث عليها بحثي عنها واذا ما عجبتني شوف ردود الافعال ردود الافعال مال الفانز مال الانمي وراح زين اذا ما عجبتني شلون؟ لا راح تعجبني لو لازم تعجبني لازم ماكو خيار اخر ماكو انا بالنسبة لي لكل متابعي الانمي انا مستسلم وارفع الراية البيضاء واني وياكم حلو هذا الاستسلام حلو هذا الاستسلام بعيدا عن هذه الاجواء انا اريد اعرف اهتماماتكم بحياتكم الممكن الشخصيه او العمليه او حتى الدراسيه شلون انتم تقدرون مثلا تواكبون هذه وتتابعون دائما وتهتمون وتسوون كل هذه الفعاليات اكيد كل واحد بينا عدا الهوايه عنده هوايه اشياء خاصه به فاريد اعرف اول شيء من عندك انت يعني قلت لكم كل انسان عنده هوايات معينه سواء متابع انمي او خارج الانمي اساسا يعني اكو بعض المتابعين للانمي عندهم هوايه الرسم يحب يرسم شخصيات انمي غيرها هذه الامور بالنسبه لي انا احب دبلجه الانمي الصراحه يعني انا صوتك واعلامي اي ف يعني عندي قناه باليوتيوب مخصصها لبعض المقاطع للانمي يعني ادبلجها بالفصحى بالفصحى يعني استطيع ان ادبلج الكثير من الاصوات ومن خلالها امتع الاصدقاء والفانز ايضا ببعض المقاطع الى الانمي يعني هذا صوت اذا صوت ثاني شلون؟ يعني اكو هواي اصوات يعني يصعب حاليا استخدامها اي فيحتاج شويه يعني هدوء وهذه الامور يعني واحد من يقعد وحده خصوصا يبقى يطلع اصوات غريب عجيبه صراحه اي يعني فاني قلت لكم مجالي الصوت فيعني ادبلج الانمي غيري الرسم غير بعض الامور يعني تشكيليه يعني هذا يبقى يصنع فد مجسمات اكو بعض الاسلحه الغريبه يعني فاس غريب مرصع ببعض الاشياء الغريبه سيف غريب يعني هاي سيوف مال ساموراي وغيرها الغريبه فاكو هوايات كثيره الصراحه منهم يعني عنده غناء الانمي يعني هو موهبته الخاصه اكو هوايات ومواهب يعني قفله اللقاء زين اريد تذكر لنا شيء للناس اللي ما متابعين يقولوا هذا تابعوه يعني انمي معين انصح الناس به يعني هي المشكله مو هنا المشكله انت لازم تنصح الناس بانمي يكون على حلقاته قليله اذا تقول له 900 حلقه 900 او 1000 انت لا تفاجئ يقول له هذا زين وخلص هو يتورط يعني مثلا اكو انمي اسمه ديث نوت انمي تقريبا 12 حلقه وقصته هذا مهم هذا شايفه سامع يعني مو اكو هواي اكو شو اسمه ديث نوت لا 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 ديث نوت اللي هو مذكرة الموت هذا اعرف هو مسوي له هواية تيشيرتات وميداليات حلو يعني تعرفه اي طبعا ف
يعني الفكره مالته حلوه يعني جدا، انه شخص طالب هو يلقى في الدفتر، هذا الدفتر يكتب اي اسم من الاسماء من الاشخاص قبل يلقى قدره بالموت. أيه. وتبدا القصه من هذه، يعني انمي في بعض الافكار الحلوه والفلسفيه صراحه جدا ممتع. نعم. وغيره وغيره يعني، وكل من هو طبعا الفئه مالت يعني اكو كوميدي دراما رعب هذه الامور. اي فكل يعني احنا نتمنى استمرار هذا الشغف صراحه. ان شاء الله ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليك انت تحديدا ايضا. غيرت الموجه غيرت الموضوع فعلا يعني، لان ما شاء الله يعني ما شاء الله اكو سنوات طويله. يمكن انت صار لك ايش قد بهذا العالم؟ والله هو من طفولتي يعني، من الطفولة. الموضوع جدا صراحة يستحق انه ينقال. اذا نتمنى لك شغف مستمر، ويا رب دائما تقدم اشياء حلوة تطمح بها. شكرا جزيلا لك. اجمعين يا رب. شكرا جزيلا لكم، واشكركم على الاستضافة، وشكرا للمتابعين الاعزاء. اذا مشاهدينا روح فاصل ونرجع لكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذه انتقاله الى عالم التواصل الاجتماعي واخر العناوين اللي تصدرت صفحات الانترنت. اثار رائد الاعمال الامريكي ايلون ماسك موجه من الجدل بعد ان اشار في تغريده نشرها يوم الاحد إلى احتمال إعلان وفاته في ظروف غامضة. وقال ماسك في تغريدته: إذا توفيت في ظروف غامضة فقد سعدت بمعرفتكم، دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى. نعم. المثير في الأمر أن والدة ماسك كانت بين أنه يعني أحد المتفاعلين مع التغريدة، حيث وضعت في تعليقها رموزا تعبيرية غاضبة مع عبارة: هذا ليس مضحكا. وقد أجاب ماسك على تعليق والدته بالقول: آسف، سأبذل قصارى جهدي للبقاء على قيد الحياة. طبعا غنائيا احتفت الفنانة اللبنانية إليسا بالنجاح الذي حققه الديو الخاص بها رفقة المغربي سعد المجرد عبر موقع يوتيوب، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر صورة توضح احتلال أغنية من أول دقيقة اللي أدتها رفقة بالمجرد المرتبة الخامسة على مستوى العالم. نعم. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذا الأمر، فعلقت على الصورة بقولها: الخامس على مستوى العالم عبر اليوتيوب، أشعر بالإطراء. قبل أن توجه رسالة لسعد المجرد: شكرا لك. طبعا بهذا الخبر خلصت أخبارنا لمواقع التواصل الاجتماعي. أصلا وقت برنامجنا انتهى، لكن بعد عندنا المرور. نروح نشوف فقرة المرور، راجع لكم. We'll be right back.
مشاهدينا هذه كانت حركة المرور في عموم شوارع العاصمة بغداد، وصلنا وياكم إلى ختام صباحكم، رح نلتقيكم أكيد يوم غد على نفس الموعد وبمواضيعنا المختلفة والمنوعة. مع السلامة.